علي ايش رايك تاخذ الاتصال اللي معنا؟ قول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا علي؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ مين؟ ها مين؟ والدتي. والده علي فعلا. ام علي معنا الان على الخط. طيب بعد الترحيب فيكي يا هلا وسهلا فيكي معنا اليوم في حلقه الملعقه الذهبيه. ما شاء الله علي مبدع. ما شاء الله علي ولدك مبدع ما شاء الله وما شاء الله ماهر وخبير. خلينا بس يعني نعرف بعض الاسرار عن علي، ايش رايك؟ اسرار كلها ولا يعني نقول الاسرار المفيده؟ لا اسرار المطبخ بنشوف كذا بعض الاسرار والاشياء. يعني هو ما شاء الله هنا ماهر ما شاء الله والنتيجه مبهره ما شاء الله. اللهم بارك. ما شاء الله بيحب المطبخ جدا وبيحب يشارك فيه، بس يعني يمكن انا زي معظم الامهات يعني بحاول امنع حاجات شويه خوفا وقلق عليه. تحاولي تبعدينه شوي، لكن خلينا نشوف بعض الكواليس. اكيد يعني ما شاء الله بعد هالخبره والنتيجه كان في مراحل فشل او مراحل صعوبات شوي، اعطينا بعض الكواليس عنها. مرينا بان علي كانت بدايه تجربته انه يعرف يقلي البيض، عايز يتعلمه وعايز يعمل حاجه لوحده. ابتدينا مع بعض بقى شويه، الحاجه ممكن تتبهدل تقع مننا لحد ما اتقنها وبقى ممكن يعتمد عليه في الموضوع ده لوحده. جميل. وهو اللي يجهز لنا الفطار الصبح، يجهزه لوحده ويبقى مسؤول عنه. جميل. علينا بالتجربه شويه اني اتعلم طبخ الرز. جميل. طيب في يعني كده عديتي كده شيء بسرعه، ان كان في بعض المشاكل نبغى نعرف. مش المشاكل، وش الخسائر مثلا؟ اكيد اكيد، بس احنا عايزين يعني بحاول احافظ على صوره علي على قد ما بقدر. لا لا ما شاء الله الصوره الجميله شفناها، خلينا نعرف بعض اللي كده الصور الثانيه. لا كان في مثلا اثناء كسر البيض حاجات ممكن تتكسر معي. أثناء ايوه طبعا، يعني ما هو البيض هيتكسر ويتكسر لوحده، لازم يتكسر مع حاجات ثانيه، لازم عشان لا يزعل يصير معاه اشياء ثانيه. حلو. في حاجات مثلا ممكن تتحرق، في حاجات لسه استخدامات النار يعني برضو لازم يبقى فيها شويه حاجات كده من علي، بس الحمد لله دلوقتي تجاوزناها وبقى افضل. وممكن يعمل لنا مثلا اقرب اكله ممكن يكون علي عملها لنا شاورما الفراخ. هو اللي يقطع بقى ويعمل بعد طبعا ما عرف بعض الاساسيات ان هو يبعد عن الحاجات الغلط. يعني حلو ما شاء الله، وحلو الاستفاده او يعني تعلم من الاخطاء. طيب وش احسن اكله يعني اخر اكله عرفناها، وش احسن اكله تقولين ان علي يعرف يسويها؟ احسن اكله يعرف يسويها هي الاكلات السريعه، يعني البيض يعني لوحده متقن فيها. جميل. بدون اشرافنا خالص معاه. جميل. تجهيزات المطبخ ليه. حلو. فن كده وليه اسلوب انه يحب يجهزها ويرصها بنظامه هو. واضح ما شاء الله من الطبخه او الطبق اللي معانا اليوم. سمي تفضلي كملي. بس في التقطيعات طبعا ليه شكل، في التزيين بيحب يزين. لا علي ليه مغامرات كتير يعني. حلو مغامرات، اهم شيء يعني يعني في حدود المتاح وفي حدود كمان المتابعه منك كذلك وكذلك من الوالد. أكيد طبعا بيبقى تحت الإشراف. أنا فخورين جدا بعلي ومبسوطين بكل الولاد الموجودين مع حضراتكم، وإن شاء الله جميع المشاهدين يستفيدوا منه. تمام بإذن الله، وحنا اللي فخورين فعلا بعلي، وكذلك يعني يعطيكم العافية على هالتدريب وعلى هالمشاركة أنكم تساعدونه يشارك كذلك في هذا الفن الجميل فن الطبخ. يعطيك العافية يا أم شكرا علي. هو أحلى شعار طبعا. عايز أشكر حضرتك عليه، إن الطبخ للجميع، إن كان بيبقى فيه ثقافات إن بعض الأولاد ما بيشاركوش في حتة المطبخ دي. جميل. لكن لا الشعار ده شجعهم كتير إن الولد بيشارك، وفي شيفات محترمين جدا وماهرين جدا في المهنة بتاعتهم. جميل. أفضل من بنات يعني تفوقوا يعني. إي نعم، وأشهر الطباخين فعلا الآن. أشهر يعني الطباخين ما شاء الله أولاد وكذا. جميل جدا، الطبخ للجميع فعلا. يعطيك العافية يا أم علي على هذه المشاركة المتميزة وهذا الإثراء الجميل لحلقة اليوم، وعرفنا شوية كواليس يا علي. ما شاء الله شايفين الشغل الزين، بس عرفنا كذا شوية أمور، لكن هذه كلها خطوات عشان تصل فعلا إلى النتيجة الجميلة المبهرة هذه. يعطيك العافية كذلك يا علي على هالطبخ الجميل وعلى هال ما شاء الله المشاركة المتميزة. وش تقول للوالدة طيب؟ انا مبسوط قوي ان هي مامتي، والصراحه بشكرها جدا للتقديم اللي قدمته. جميل. واللي قالته، والصراحه عايز اشكرها بطريقه كويسه قوي. اي نعم، يعني تعجز الكلمات انك تقول يعني كلمات مش عارف اشكرها ازاي. اي نعم خلاص، واصل مشاعرك واصله تجاه الوالده. خلص. يعطيك العافيه.